قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. اشتهر عبد الستار ابن الحاج الهادي أبو داود كواحد من كبار تجار الحبوب في المدينة، والواقع أن والده لم يكن أقل شهرة حين توفي في العام 72 900 وألف. وقتها كان عبد الستار مراهقا في ربيعه 17، ومع ذلك أبان عن حزم في الحفاظ على مصالح الأسرة ومصالح أفرادها. كان كبير إخوته، له 3 أخوات تكبرنه ببضع سنين وشقيق يصغره ب6 أعوام. لم يكمل تعليمه، ومع ذلك فإنه سعى إلى اكتساب مهارات تميزه عن منافسيه في تجارة الحبوب. سارت الأمور كما كان يرتضيها وترتضيها والدته. تمكن أخوه الأصغر من الالتحاق بالجامعة بينما تزوجت البنات. واصل عبد التواب مشواره محافظا على مصالح الأسرة وتجارتها. كان يسير على منهاج والده، يضبط الحسابات بدقة ويوزع الأرباح على كل أفراد الأسرة بحسب ما يستحقه كل فرد منها. كانت أمه الحاجة فاطمة تبدي ارتياحا لما يقوم به عبد الستار، تشجعه على المضي في الإشراف على تجارة الأسرة، ولكنها في الآن نفسه كانت تلح عليه أن يقيم لنفسه تجارة يختص بها نفسه. استجاب لإلحاح والدته وأنشأ شركة للاستيراد والتصدير في مجال الحبوب. 20 عاما التي قضاها في رحبة الزرع والرصيد الذي ورثه عن والده المرحوم الحاج الهادي مكنته من خبرة كبيرة. الفتى الذي لم يكمل دراسته تمكن من تطوير مهارات وكفاءات مكنته من تسخير كل وسائل الاتصال الحديثة لتدبير تجارته وعلاقاته بالخارج. لما كان شقيقه الأصغر ينهي دراسته الجامعية متوجا مسارا دراسيا موفقا، أصيبت الأم بوعكة صحية. كانت صدمة الأسرة كبيرة لما اكتشفت أن الحاجة فاطمة تعاني من ورم سرطاني خبيث في المعدة. بذل عبد الستار أبو داود كل الجهد باحثا عن دواء يشفي الحاجة فاطمة من سقمها، ولكن كل تلك الجهود لم تثمر، ويأس الأطباء من شفائها. حاول نقلها إلى الخارج للعلاج، ولكن المرض لم يمهلها، ازدادت حالتها تدهورا وصارت تعاني من غيبوبة متكررة. صباح 5 من غشت من العام 2000 أفاقت من غيبوبتها. كان عبد الستار إلى جوارها، أشارت إليه أن يقترب منها. لما دنا همست في أذنه كلمات فهم منها أنها تريد أن توصيه. كان جهدا كبيرا ذاك الذي قامت به لتعبر عما تريد. بعد لحظات استجمعت كل ما بقي لديها من قوة وقالت: سامحني يا بني، السر، الكاسيطة، الماريو. ثم أغرقت في غيبوبة جديدة. لم يولي عبد الستار كبير اهتمام لتلك الكلمات، ثم بالنسبة له ليس هناك سر خفي عنه، إنه مطلع على كل أسرار الأسرة. ألم يحل محل الحاج الهادي؟ غادر عبد الستار المستشفى، ترك الممرضة تعتني بأمه. في البيت حاول أن يأخذ قسطا من الراحة، ولكن دون مقدمات ها هو شريط ما دار بينه والحاجة فاطمة يشغل كل خياله وفكره. يتذكر كلمة بكلمة ما حاولت أن تقوله وما قالتها: السر، الكاسيطة، الماريو. كانت رسالة متقطعة، ولكنها تدل على شيء واحد، على سر في شريط مسجل يوجد في خزانة غرفة النوم. نهض من فراشه وفتح باب غرفة أمه، وللمرة الأولى في حياته فتح الدولاب الخاص بها. بحث عن الشريط التسجيلي بين الملابس، ولكن لا أثر له. هم بالتخلي عن الأمر ونسيانه، ولكن شيئا ما بداخله كان يلح عليه أن يواصل البحث. أفرغ الدولاب مما كان فيه من ملابس، فجأة بين كومة من الملابس ظهر غلاف أصفر. أمسكه عبد التواب، عرف من الملمس أن الكاسيت توجد داخل الظرف. أعاد الملابس إلى الدولاب، ثم عاد إلى غرفته، أغلق الباب، وضع الشريط في الراديو كاسيت وشغله. انطلق صوت الأم، كانت تبكي وهي تعد عبد التواب وتهيئه لتعلن له عن السر الذي لا يعلمه سواها. كان في التقديم طلب للصفحة. قالت الحاجة فاطمة:
إنك تعلم قبل غيرك وأكثر ممن سواك أنني لم أدخر جهدا طوال حياتي لتكون أحب أبنائي إلي، ولعلك لم تسأل نفسك يوما لماذا. تعلم أيضا أنني كنت أحثك على بناء مشروع تجاري مستقل عن مشروع أسرة الحاج الهادي، وراء الأمر سبب وجيه لعلك لم تكلف نفسك يوما ما عناء البحث عنها، وحسبي أن تغفر لي ما اقترفته من ذنب في حقك. توقف الصوت. لم يستوعب عبد الستار بعد هول ما تقدم له الحاجة، ثم استأنفت حديثها. ولدي عبد الستار، بعد أن تزوجت والدك رحمة الله عليه أنجبت 3 بنات، وكان الحاج يرغب في مولود ذكر يرثه ويحمل اسمه بعد مماته. كان يعتبرني عاجزة عن أن ألد مولودا ذكرا. كنت أتعذب كل يوم، ولذلك في حملي الرابع قررت أن أسلك طريقا مختلفا. كنت أريده ذكرا يخرجني من دوامة الخوف والتوتر التي تلازمني. قررت أن يكون المولود ذكرا. تعاقدت مع القابلة على أن تكون غرفتي قريبة من غرفة التوليد، وكذلك كان. ولدتها أنثى، وكنت قد اتفقت مع القابلة أن تبدلها بأول مولود ذكر يولد، وكذلك كان. ولدي عبد الستار، لقد كنت أنت ذاك المولود الذكر لما وضعوك مكان البنت التي ولدتها. حاولت أن أرضعك، كنت ترفض، ونصح الطبيب بأن نرضعك الحليب الاصطناعي. بنبرة كلها ألم وحسرة قالت الأم: حاولت أن أتحدى قدرة الله سبحانه، ولكن الله تحداني، رزقني مولودا ذكرا، مع ذلك كنت أنت المفضل. احتفظت بالسر لنفسي، أنبني ضميري، ولما علمت أنني مصابة بالسرطان قلت: ذاك عقاب من الله. أحس عبد الستار بدوار شديد، استلقى على فراشه، حاول أن ينام، ولكن وقع الصدمة سبب له الأرق. في الصباح نهض وهو ينوي التوجه إلى المصحة. كان يأمل أن يجد الحاجة فاطمة وقد أفاقت من غيبوبتها. لما فتح باب غرفتها بدت له مستيقظة. اقترب منها وهو يجهش بالبكاء. قال لها إنه استمع إلى الكاسيت وإنه سامحها. كان يريد أن يحصل منها على معلومات أخرى، ولكنها رغم يقظتها لم تكن تستطيع الكلام. لما قال لها: لقد سامحتك يا أمي، فاض الدمع في عينيها، ثم عادت إلى غيبوبتها. أخبره الأطباء بأن حالتها ستظل مستقرة لبضعة أيام، ثم إما أن تفعل الأدوية مفعولها، وإما أن ترحل إلى دار البقاء. غادر عبد الستار المصحة وتوجه لتفقد أحوال تجارة الأسرة. اطمأن إلى أن شقيقه الأصغر يقوم بالمهمة أحسن قيام. كان يخطط لشيء ما. توجه إلى فاس، كان يريد اللقاء بصديق قديم يكبره 15 سنة ويعمل عميدا للشرطة. قص عليه السر وطلب منه النصيحة. وحتى لا يتيه فيما ورد في التسجيل الصوتي للحاجة فاطمة، وجهه العميد إلى أخذ عينة من دمها وأخرى من دمه وإجراء تحليلات تحسم علميا فيما قالته الأم في الشريط التسجيلي. قام بكل ذلك، وقبل أن يتوصل بنتائج التحليل المخبري توفيت الحاجة فاطمة. مر أسبوع على رحيل الأم. ظلت الحاجة فاطمة بالنسبة لعبد الستار أمه الحنون. أحس بفراغ كبير خلفته برحيلها. توصل بنتائج التحليلات المختبرية، أيدت ما قالته الحاجة في تسجيلها الصوتي. لم تكن أمه التي ولدته، ومع أنه كان قد تردد لفترة في البحث عمن يكون أبواه، إلا أن الحسم الذي صدر عن مختبر التحليلات الطبية حفزه على المضي في اتجاه استكشاف هويته الحقيقية. عاد إلى صديقه عميد الشرطة يلتمس المساعدة. أكد له أنه بإمكانه مكاتبة السلطات المختصة، وطلب إجراء بحث، وهو حل لا ينصح به لأنه سيفضي إلى محاكمة علنية وما يعنيه كل ذلك. الحل الثاني الذي اقترحه العميد على عبد الستار يتجلى في تكليف محقق خصوصي بالملف، وذكر له أن عددا من هؤلاء المحققين الخصوصيين يوجدون في الرباط وفي الدار البيضاء، وأغلبهم من رجال الشرطة السابقين من ذوي الخبرة.
استقر رأي عبد الستار على أن يسلك هذا النهج الأخير، تعاقد مع مكتب للتحقيقات في الدار البيضاء. كان يجهل أن المسؤول الأول في ذلك المكتب امرأة هي ابنة طبيب مرموق من الدار البيضاء، كان والدها يعدها لتكون طبيبة، أوفدها للدراسة في فرنسا، ولكن الأقدار شاءت أن تتخصص في مجال الأبحاث والتحريات، وقد راكمت خبرة هامة على مدى السنوات العشر التي اشتغلت خلالها خارج المغرب، تقتفي آثار الهاربين وتفك ألغاز قضايا استعصت على أمهر الباحثين من الرجال. ضربت المحققة موعدا لعبد الستار في فاس في فندق بعيدا عن أعين الفضوليين، أجرت معه استجوابا مطولا جعله يوقن بأن ملفه في يد أمينة، حصلت منه على كل المعلومات التي ستحتاج إليها في تحرياتها. ذهبت إلى المستشفى وتمكنت من تصفح سجل الولادات، ما كان يهمها هو الوصول إلى معرفة المواليد الذين رأوا النور في تلك الساعة التي ولد فيها عبد الستار من صباح 20 سبتمبر. في ظرف وجيز توصلت إلى المولودة التي تم إبدالها بعبد الستار ضمن صفقة أبرمتها الراحلة الحاجة فاطمة مع القابلة. في ظرف وجيز توصلت المحققة إلى تحديد هوية الوالدين اللذين سجلت الطفلة باسمهما، وتلك بداية الطريق لاستجلاء السر الذي أودعته الحاجة فاطمة الكصيد. لما مرضت الحاجة فاطمة والدته، وعندما أحست بدنو أجلها، أبلغته بأنها تحتفظ بسر يهمه أودعته شريط كاسيت. كانت الحاجة قد سجلت في ذاك الشريط إقرارا منها بأنها لم تكن الأم التي ولدت عبد الستار، وإنما هي أم طفلة ولدت في الساعة ذاتها وتم إبداله بها ضمن صفقة كانت الحاجة فاطمة قد أبرمتها مع القابلة. لما توفيت الحاجة قرر عبد الستار أن يعرف من يكون والداه الحقيقيان. رأيناه تأسيسا على نصح من صديق له يعمل عميدا للشرطة، يوكل قضية البحث والتحري حول هذا الأمر إلى محققة خصوصية من الدار البيضاء راكمت خبرة هامة خلال 10 سنوات من التحريات التي قامت بها في عدة بلدان خارج المغرب. بدأت المحققة سناء، وهكذا تفضل أن تنادى، بدأت من المستشفى حيث ولد عبد الستار. ركزت تحرياتها على المواليد الذين رأوا النور في الساعات الأولى من صبح 20 سبتمبر، وبتصفحها لسجل الولادات تمكنت من تحديد المولودة التي أبدل بها عبد الستار. تم تسجيل المولودة في اسم السيدة فاطمة شغوف التي تقطن بضواحي مدينة صفرو وزوجها السيد ميلود عثمان. تنبهت المحققة إلى أن التعاضدية العامة تكفلت بمصاريف الولادة، وهو ما يفيد بأن والد الطفلة ينتمي إلى أسلاك الوظيفة العمومية. وبطريقتها الخاصة وعبر قنوات التعاضدية علمت المحققة سناء أن السيد ميلود عثمان كان معلما بدوار الصفار القريب من مدينة صفرو، وبدل أن تقصد المدينة للبحث عن الزوجين اللذين سجلت الطفلة باسمهما، فإنها فضلت أن تتقصى أخبار السيد ميلود عثمان عن طريق التعاضدية العامة في الرباط. علمت أن المعلم أحيل على المعاش، وأن آخر مهمة زاولها هي مهمة مدير مدرسة العالية الابتدائية في مدينة محمدية. سرت المحققة بهذه النتيجة لأنها جعلتها تختصر المسافة، فالمدرسة التي أنهى بها المعلم ميلود مساره المهني لا تبعد عن الدار البيضاء سوى مسافة 30 دقيقة. رصدت عنوان سكناه بسهولة وأجرت تحريات حوله وحول أفراد أسرته. علمت أنه أب لثلاثة أولاد وثلاث بنات، كلهم ولجوا ميدان العمل بعد أن تلقوا تعليما جيدا أسس له المعلم ميلود. علمت المحققة أيضا وبوسائلها الخاصة أسماء وتواريخ ازدياد بنات وأولاد المعلم ميلود. أسقطت الأولاد من حساباتها، تهمها البنات لتحديد من منهن كانت المولودة في صبح 20 سبتمبر. وبمساعدة من صديق لها يعمل في أسلاك الشرطة علمت المحققة سناء أن البنت المقصودة من بنات المعلم ميلود هي سمية، هي الآن من كبار أطر شركة لاسامير في المحمدية. لما بلغت المحققة سناء تلك المرحلة قدمت لعبد الستار تقريرا مكتوبا، إثر ذلك حدد موعدا للقاء جديد.
طلب عبد الستار من المحققة أن تدله على الرجل الذي قد يكون أباه الطبيعي، ثم بعد ذلك فقط تدله على الفتاة التي كانت تلك الطفلة التي أبدل بها. رافقته إلى المحمدية، ركنت سيارتها غير بعيد عن منزل عائلة ميلود عثمان، ثم انتظر أن يخرج. بعد نصف ساعة من الانتظار ظهر الرجل خارجا من بيته، كان يريد إلى المسجد لصلاة العصر، فقبل لحظات رفع الأذان. كانت فرصة لعبد الستار ليقترب من الرجل. ترجل واقتفى أثر المعلم ميلود في المسجد، حاول أن يتخذ مكانا قريبا منه. كان يتأمل الرجل، ينظر إليه خلسة. في لحظة ما كاد يهم بمعانقته، ولكنه تمالك نفسه، فالأمر لم يحسم بعد، وليس هناك حتى تلك اللحظة من دليل على أن الرجل الجالس بالقرب منه هو والده الحقيقي. حري بعبد الستار أن ينحو منح الحذر، فعلى مدى السنوات 32 من عمره لم يكن قد خامره شك يوما ما في أنه من ولد الهادي أبو داود والحاجة فاطمة، ومع ذلك فإنما ظل سرا خرج إلى العلن، وها هو يبحث عمن يكون والداه الطبيعيان. لما قضيت الصلاة وتلي الدعاء في أعقابها قام المصلون يتصافحون. صافح عبد الستار المعلم ميلود بحرارة، كان يمعن النظر إلى محياه، ولكن الرجل المتقاعد لم يأبه، سويا خرج من المسجد. قصد المعلم ميلود إلى بيته بينما دلف عبد الستار إلى سيارة المحققة التي كانت في انتظاره، ما أن اقتعد كرسيه حتى انفجر باكيا. أسئلة كثيرة كانت تتدافع في خاطره، هل سيواصل التحري؟ هل سينهيه عند هذا الحد؟ ثم هل ستسعده النتائج التي سيتوصل إليها أم ستكون مصدر شقاء؟ ظلت المحققة سناء صامتة، ولما هدأ طلب منها التحرك. وبينما كان في الطريق إلى الدار البيضاء طلب عبد الستار من المحققة أن تعمل على الحصول على المزيد من المعلومات حول عائلة ميلود عثمان، إنه لا يريد أن يزج بنفسه في متاهة، يريد أن يعلم المزيد حول كل فرد من أسرة المعلم ميلود. رأى أيضا أنه قبل أن يحسم بأن السيد ميلود هو والده الطبيعي يتعين عليه التمكن من تحليل جينات سمية لمقارنتها مع جينات والدته من كانت والدته على مدى 32 سنة من عمره. بعد استشارة خبراء في الميدان علمت المحققة سناء أن التحليل الجيني يمكن أن يجرى على كل ما ينتمي إلى جسم إنسان ما من شعر وريق ودم وعظم. أمامها الآن مهمة صعبة، عليها أن تلاحق سمية علها تظفر منها بشيء من ذلك لإخضاعه للتحليل الجيني. انتدبت أحد مساعديها لتلك المهمة. في يوم حار من أيام شهر غشت كانت سمية في جملة المصطافين، رصدها من كلف بمراقبتها، أبلغ المحقق سناء بذلك. سريعا التحقت بالشاطئ وتعمدت أن تتخذ لها مكانا بجوار سمية التي كانت تسبح. لما عادت حرصت المحققة على أن تتجاذب معها أطراف الحديث، غرضها أن تظفر منها بشعيرات تتيح التحليل الجيني. سريعا أتيحت لها الفرصة، اطلبت منها سمية أن تساعدها في التستر بفوطة. ساعدتها المحققة ولكنها أخذت من خصلتها بضع شعيرات، نالت ما كانت تسعى إليها. بعد دقائق ابدعت العياء وغادرت المكان. تم تقديم الشعيرات لتحليلها جينيا ومقارنتها بشعيرات للحاجة فاطمة كان يحتفظ بها عبد الستار. بعد أسبوع جاءت النتائج مذهلة، تم التوصل إلى تطابق جيني ب 99.99% بين المرحومة الحاجة فاطمة وسمية ابنة المعلم ميلود. أبدت المحققة سناء استعدادا للمضي في مهمتها إلى النهاية، ولكن عبد الستار استمهلها بعض الوقت. عاود الاتصال بصديقه عميد الشرطة الذي نصحه بأن يطلب من المحققة أن تربط الاتصال بسمية وتضرب له موعدا للقاء بها، وأن تقنعها بأن الأمر يتعلق بشخص تربطه بها علاقة قديمة لما كانت أسرتها تسكن مدينة صفر. اتصلت المحققة بسمية في عملها بشركة لاسمير،
ورجتها أن يلتقيا في موعد خارج أوقات العمل. استجابت سمية، وكان اللقاء في أحد فنادق الدار البيضاء. قالت المحققة إنها مبعوثة من شخص من مدينة صفر يعرف عائلتها ويريد أن يتحدث إليها في مشكل رضاع حصل بين عائلته وعائلتها. استحضرت سمية ذكريات طيبة لها في مدينة صفر، ثم بدا لها أنها رأت المحققة من قبل، فبادرتها بسؤال عما إذا لم تكن هي تلك المرأة التي قابلتها في الشاطئ. ردت المحققة بأن ذاك اللقاء يدخل في إطار القضية التي هما بصددها والتي يريد الشخص الراغب في مقابلتها الحديث عنها. رحبت سمية، وتم تحديد موعد جديد في مكتب المحققة يحضره عبد الستار. في تمام 10 رن جرس المكتب، فتح الباب، ها هي سمية تدخل. نظر إليها عبد الستار، خالها واحدة من أخواته بنات الحاجة فاطمة. كان الشبه باد. قدمته الباحثة إلى سمية، أوصته بالتركيز في حديثه، ثم أعطته الكلمة. بدأ بعرض عقد ولادته وبطاقة تعريفه، قال إن تاريخ ومكان ولادته هو نفس ما يوجد في عقد ولادتها ولا شك، ثم أضاف بعدما ذهلت بكون الرجل يعرف كثيرا من المعلومات حولها وهي لا تعرف عنه شيئا، أضاف أن مدة 30 دقيقة فقط فصلت بين ميلادها وميلاده، وإنها بالتالي أكبر منه بنصف ساعة. ضحك الثلاثة. عرض عليها صورة والديه وأخواته وطلب منها أن تمعن النظر فيها. سألها إن كانت لاحظت شبها ما بينها وبينهم، فردت بالإجاب، ثم طلب منها أن تمعن النظر فيه وهل ترى تشابها بينه وأفراد أسرتها. كان الرد بالإجاب. تدخلت المحققة سناء، تساءلت عما إذا كانت الصدفة وحدها التي جمعت هذه الحقائق أم أن هناك أشياء أخرى. ردت سمية على التساؤل بتساؤل مثله، وما عساها تكون تلك الأشياء الأخرى. تساءل عبد الستار بدوره عما إذا كان الأمر عملية إبدال لوليدين في مستشفى الولادة. كان وقع الصدمة قويا على سمية التي ثارت وقالت إن ما يزعمه عبد الستار والمحقق سناء يحتاج إلى دلائل إثبات. وقتها فقط أخرج عبد الستار نتائج التحليلات المخبرية وشريط الكاسيت. واجهته سمية بأن سألته إلى أين يريد الوصول، ذكرته بأن والدها ليس غنيا ولا يملك إلا البيت الذي يسكن فيه وراتب تقاعده الذي يكفيه السؤال. رد عبد الستار بأنه لا يسعى إلى الحصول على ما في يد والدها وإنه ميسور الحال. ولإقناعها أكثر طلب منها عبد الستار أن تحصل على شعيرات من شعر أمها حتى يتم إخضاعها لفحص جيني يقارنها بجيناته هو. بعد يومين كانت نتائج التحليل المخبري تؤكد تطابق جينات عبد الستار مع جينات والدة سمية، كما أكدت التحاليل التطابق الجيني بين سمية ووالدة عبد الستار. انهارت سمية باكية، فالذي حسمت فيه نتائج التحليل المخبري يقلب حياتها رأسا على عقب، مأساة حقيقية. نقل عبد الستار إلى صديقه عميد الشرطة ما أفضت إليه التحريات، نصحه لتفادي انهيار في الأسرتين بالزواج من سمية وأن يكتما سرهما، وكذلك كان، تزوجا وكتما سرهما. وكذلك انتهت حكاية لم يكن دور الشرطة فيها مباشرا، حكاية من ملفات ظلت على حافة الضوء.